أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء نجاح إطلاق مركبة الفضاء الروسية سويوز MS-15 أمس في تمام الساعة 5:57 مساء بتوقيت الإمارات من محطة بايكونور الفضائية في كازاخستان، وعلى متنها هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي في إنجاز تاريخي تحققه دولة الإمارات مع إنجاز أولى خطواتها العملية في مضمار اكتشاف الفضاء والدخول إلى مجال علومه وأبحاثه. وبهذه المناسبة أكد وزير الدولة الإماراتي لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، أكد على أهمية هذا الإنجاز وقال: مع وصول أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية تكون دولتنا قد خطت خطوة مهمة على طريق تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة لمستقبل الوطن، وترجمت مجددا بصورة عملية قدرة الإنسان الإماراتي على إحراز إنجازات نوعية لها قيمتها وأثرها في دعم مسيرة العالم نحو غد يحمل الخير للإنسان ويقدم له من الحلول ما يعنيه على مواجهة ما يحيط به من تحديات آنية ومستقبلية. الأمور طيبة، منظر جميل للأرض من هالمكان، وعندي نبضة صغيرة لكن أقدر أشوف جزء بسيط من الأرض. الله يحفظكم، سلموا سلموا على أهل الإمارات كلهم. عزاء وياك، احنا بالهواء الفلاسي نبلغ سلام الشباب كلهم الموجودين هني في بايكونور وفي البلاد، ومثل ما تشوف الأرض كاملة كل في الإمارات يشوفونك، ورفعت الرأس وبارك الله فيك.